صباح الخير أو مساء الخير عليكم. يمكن تكون صورة المجتمع الياباني والشركات اليابانية عند معظم الناس صورة إيجابية، بس الحقيقة أن المجتمع الياباني زي أي مجتمع تاني فيه الكويس وفيه الوحش، وزي ما نحكي عن الكويس لازم برضو نحكي عن الوحش. النهاردة هنتكلم في حلقة جديدة فيما لا تعرفه عن اليابان عن فضائح فساد بعض الشركات اليابانية. أنا أحمد عرفات ودي صفحتكو Travel and Study in Japan أو السفر والدراسة في اليابان، الصفحة اللي بنتكلم فيها وبنقول فيها معلومات عن المنح الدراسية وعن الحياة في اليابان. لو عايزين تساعدونا نحن نتكلم مع ناس أكتر، ريت تعملوا شير لايك وسبسكرايب وتبعتوا الحلقة دي لممكن أي حد يكون مهتم بالشأن الياباني أو باليابان بشكل عام. آخر فضيحة حصلت ويمكن أشهرهم هي فضيحة رجل الأعمال البرازيلي الفرنساوي من أصل لبناني اللي اسمه كارلوس غوست، وهو كان الرئيس السابق لتحالف نيسان رينو ميتسوبيشي، واللي كان ليها تأثير عنيف على سوق السيارات العالمية. ولكن في الحقيقة الفضيحة دي ما كانتش أول ولا آخر فضيحة في سوق البيزنس الياباني. أول فضيحة سنة 2011 قدر شخص اسمه مايكل وودفورد إنه يوصل لمنصب المدير التنفيذي لشركة أولمبس. شركة أولمبس اللي معرفهاش من أكبر مصنعين الكاميرات والإلكترونيات في العالم. مايكل كان أول أجنبي يوصل للمنصب ده، ولكن يا فرحة ما تم. بعد أقل من أسبوعين مايكل خد استمارة رقم 6 اتطرد من الشركة. اكتشف وودفورد بعد أسبوعين من وجوده في منصب المدير التنفيذي تلاعب مالي داخل الشركة اليابانية، اللي بعد ما أنكروا أخيرا اعترفوا بيها. اعترفوا إن هم أخفوا خسائر مالية وصلت ل 2 مليار دولار. مجلس الإدارة في الآخر قدم استقالته كاملا، والشركة عاشت في ظروف صعبة تعاني منها حتى الآن. وودفورد رفع قضية على الشركة وخد تعويض 15 مليون دولار عن طرده. الفضيحة الثانية وهي لشركة شهيرة جدا في اليابان وفي معظم البلدان، وهي شركة توشيبا. سنة 2015 وفضيحة مشابهة لفضيحة أوليمبس تلعبت بسجلات المكاسب وبالغت في تقديرها بحوالي مليار دولار. الشركة بعد تقصي داخلي اكتشفت أن التلاعب بدأ سنة 2008. تحت ضغط بيئة العمل الموظفين كانوا مضطرين يزوروا في التقارير ويتلاعبوا بسجل الأرباح عشان يوصلوا للأهداف المحطوطة ليهم. وفي شركة زي توشيبا وزي شركات كتير يابانية تلازم تعمل اللي المدير يقوله لك. الفضيحة ما كانش تأثيرها مقتصر على الشركة بس، ولكن الحكومة اليابانية كانت خايفة ان التأثير ده يمتد لسمعة الشركات اليابانية بشكل عام. المديرين التنفيذيين لشركة توشيبا استقالوا، وخطط توسع الشركة برا اليابان انتهت، والشركة بتعاني حتى الآن من آثار هذه الفضيحة بعد ما كانت في أوج ازدهارها. الفضيحة الجاية من سوق السيارات، وخاصة بشركة من مصنعين أجزاء السيارات اللي كانت مشهورة في اليابان، الشركة اللي كانت بتورد الوسادات الهوائية هي شركة تاكاتا اليابانية. اكتشفوا أن المادة الجديدة اللي كانوا بيستخدموها في الوسادات اسمها نترات الأمونيوم كانت بتفتح بقوة كبيرة جدا وتسبب ما يشبه انفجار صغير كان بيسبب شظايا تتناثر في وجه ركاب السيارات، وده أدى لإصابات خطيرة ووفيات. بعد اكتشاف الفضيحة قررت الشركة ان هي تستدعي كل السيارات اللي فيها الاير باكس دي عشان تغيرها، اترفع عليهم قضايا كتير تعويضات، وده اللي ادى ان الشركة تعلن افلاسها. وبعد كده في شركة امريكية اشترتها، بس دي كانت من اكبر الفضائح الخاصة بسوق السيارات. الفضيحة الرابعة وهي خاصة باكبر مصنعين الحديد والصلب في اليابان ويعتبر في العالم كله، وهي شركة حديد كوبي او كوبي ستيل. الشركة سنة 2017 اكتشفت تزوير كبير جدا في المواد اللي كانوا بينتجوها واللي كانوا بيعرضوها لمصنعين السيارات والقطارات والطيارات حوالين العالم. بعد اكتشاف الفضيحة الشركة قررت محاسبة المسؤولين، وفي مديرين تنفيذيين كتير استقالوا. في موظفين 2 موظفين في الشركة اكتشفوا هذه المشكلة قبل ما يعلن عنها بكتير وبلغوها المديرين الأقسام بتاعتهم، بس ما فيش حد حاول ان هو يغير هذا الواقع او ان هو يصلح المشكلة. ودي كانت مشكلة كبيرة، مش بس عشان في فضيحة، ولكن عشان ناس اكتشفوا داخليا الفضيحة موجودة وكله طرمخ عليها او كله ما حاولش ان هو يتكلم عنها. الفضيحة الاخيرة خاصة بنيسان، ولكن هي مش فضيحة كارلوس غوسن المشهورة، ولكن فضيحة قديمة مشابهة لفضيحة فولكس فاجن. الفضيحة كانت بتتكلم عن ان الانبعاثات الناتجة عن تشغيل المواتير مفروض ان هي تتقاس طبعا باختبارات عشان تبقى مطابقة للمواصفات. كان في تزوير في نتائج الاختبارات الخاصة بالانبعاثات الناتجة عن المواتير والاستهلاك الخاص بالمواتير، والشركة طبعا بعد ما اعتذرت للناس بدأت ان هي تحاول تحسن من موضوع الاختبارات، وده يعني مشكلة من المشاكل طبعا اللي وصلت نيسان دلوقتي ان هي بتعاني جدا
بالإضافة إلى مشكلة كاللغز. في النهاية عايزين نوضح إن الفضايح دي فردية، وإن المجتمع الياباني مجتمع حاسم جدا في معالجته لهذه الفضايح. أي موظف بيتعرف إن هو مشارك في الفساد بيقدم استقالته، لأن المجتمع مش بيقبله بعد كده. ولكن المجتمع هنا ما بيتبحش الناس اللي هي بتبقى متورطة في الفضايح، وما بتتبحش الموظفين التانيين اللي شغالين في الشركة. معظم الشركات اللي بيثبت عليها تورط مالي أو تلاعب مالي أو تلاعب في نتائج الاختبارات بتقدر إنها تكمل في نفس البيزنس بعد ما بتعدل أوضاعها. وده حاجة مهمة جدا لازم نتعلمها من المجتمع الياباني ومن اليابان، إن ما نتبحش المخطئ ولكن نقومه ونساعده على إن هو يعمل الصح. لو عجبتكم الحلقة شاركوها مع صحابكم، اعملوا شير ولايك وسبسكرايب. أشوفكم إن شاء الله قريب.